عليكم يا بنات يا بنات يا بنات، يا حلوات يا حلوات، جمعة مباركة، صحيحة والسلامة والعافية والكساكيس. ايوا كي درتو كي بقيتو، صحيحتكم وليداتكم، مرحبا بكم. نهار كبير هذا، شنو جبنا؟ جبنا اللويز، جبنا اللويز ديال رافينيتي وجبنا اللويز ديال الاسكا. نبغيكم كلكم تشوفوا هاد لا فيديو ان شاء الله وتطلعوا على الجديد. كاين الجديد في اللويز، واللويز كما قلت لكم انا كنقترح على العرايسات اقتراح زوين. وخليكم معايا فيكم العزيزات وفيكم العرسان، مرحبا بكم. اللي غادي يدي التفكور واللي غادي يدي ان شاء الله بحول الله رشيم، واللي بغات تعطي لويزه في الصداق، انا كنفضل عاد قلت انا كنفضل كما قلت لكم تدي سنيسله وفيها لويزه. هادو اللويز الحر، جبت لكم اللويز الحر هو مخدوم، سنيسله فيها اللويزه او خويتم فيه اللويزه، او ميم طون اللويزه غتبقى غير في الماريو محطوطه، هي دابا غتستافد منها. جبت لكم سنيسلات ديال اللويزه، ها هما هانتوما. غادي نبداو معاكم بالصلاه على النبي ونوريكم كلشي اون ديتاي. علموا العريس وعلموا العكوزه وقولوا لهم الحاجه فاطمه الزهراء دارت لنا من مجوهرات حصى داكشي الطوب زازلوز قرقع. يلا فينكم، جمعوا كاملين وشوفوا معايا ان شاء الله بحول الله. هانتوما ها السنيسلات اللي قلت لكم، فعود ما غادي تدي لها بحال دابا في التفكور ولا غادي تدي لها في صداق اللويزه حافيه وتبقى غير في الماريو محطوطه وسدير ديال البنيه غزال وزوين تبارك الله ما شاء الله. داكشي يا بنات يا بنات، غادي يجيها هاد السنيسله هادي تجيها غزاله، ها هي تبارك الله وفيها الهديبات. فعاود ما غتدي اللويزه كما قلنا حافيه، غتدي اللويزه بالسنيسله. كنقترح عليكم لان كيعيطوا الناس على اللويز، بغاو اللويز بوحديتو، اش غادي ديروا باللويز بوحديتو؟ غادي تخزنوا دوائر الزمان ايه، ولكن غادي تستافدي منها. كنفضل ان البنات العيالات اللي غادي تاخذ شي لويزه تاخذها مخدومه، هذه راها لويزه حره، هذه لويزه حره كناخذوها من عند الرافينيتي كيبيعوا لنا لويزات حرين ولكن تيكونوا مخدومين. هانتوما كتجي زوينه كتستافدي منها، وفي نفس الوقت كتعاوني عاوتاني الشركات باش يخدموا، كتعاوني عاوتاني الخدمات ديال ان شاء الله بحول الله ديال الدوله ديالنا تزيد القدام ونتحركوا ان شاء الله باش ناخذوا اللويزات ونحطوهم غير في الدار في الماريو ما ملبوسين ما حتى شي حاجه وكتبقى سنين ومينين. عاود لا بخصوص هاد السناس اللي عطيتكم البنات راهم الرافينيتي، ومن ناحيه الصح او الحجر او الصح والعمل او السلسله راه ما كتقطعش، يعني الا بغيتو حتى 20 عام ديال الكارونتي نعطيها لكم ها هي. وبالنسبه للصلاح ديال الرافينيتي راه افي، هانتوما كيعطيكم لا كارونتي افي. هانتوما شي حاجه زوينه اللويزه كتشخط، شي حاجه غزاله معتبره يما العالم. هانتوما كما قلت لكم فعود ما غادي تديو اما التفكور اما الرشيم اما الصداق، وغادي تدي لويزه او جوج، غادي تدي السنيسله بحال هكا البنيته اللي غادي تلبس دائما ها هي بلا حجر بلا حتى شي حاجه، غادي تدي لها اربعه د اللويزات، خدي لها سنيسله هكا ديال اللويز. هو كيجي اللويز همه ولكن كيبقى غير محطوط في الماريو ما كتستافدوش منه لا الكبارات ولا الصغارات، هكا كنخدموه حنا كنخدموه نتوما كتستافدو كتلبسو. غادي تدي لها اربعه د اللويزات، تدي لها حلقات مع الخاتم ديالو مع الكورميت مع هاد السنيسله هادي اونصومبل غادي تلبسها. الحلقات ما غاديش يتلبسوا دائما كل نهار ما غاديش يتلبسوا، ولكن كتجي المناسبه فين كيتلبسوا، كتجي غاديه عند شي حد ضيفه، كتجي كيجي عيد، كتجي لابسه جليبه مع البلدي، كتجي نهار 27 نهار العيد نهار غدا ضيفه نهار عيد الميلاد نهار. ولكن هذه السنيسله غادي تستافد منها يوميا، والكورميت راه زينه وخزينه واستعمال الكوزينه. هذا لويز ديال دائما، اما الخاتم راه توريه الاولاد ولاد ولادها. هادشي كنعطيه لكم اللي غادي يجلس في صداق، اللي غادي تديوه في صداق وصداق ديال البنت اللي غادي تبقى همه وشان، غادي يكبروا وليداتها وتقول لهم ها شنو جاب لي باكم امكم لالاكم في صداق، لان الام لابد ما تكون انا ام وانا نبغي ولدي يكبر بيا، لا لابد. قالك هي الاستشاره، واخا غير تستشروا معاهم غير تخليها في التكبيره، انت باغيه الحاجه اللي باغيه ولكن استشري خليها في التكبيره. تبارك الله ما شاء الله على البنيات ديالنا، راهم تبارك الله ما احتاجوش عاد نقولوا لهم يا بنات يا بنات كلكم حلوات كلكم غزالات. وبالنسبه لها نتوما الاستعمال عاود اليومي وشي حاجه كلاس وزوينه، وتخرجي مع راجلك مع وليداتك لابسه انيقه. ما غاديش نقول لك انا غادي تلبسي اللويز باش مشيت تقطاي، ولكن غتلبسي اللويز فاش تكوني خارجه مع راجلك، غادي نشي بليصه غاديه مع وليداتك، غادي تلبسي الكورميطه اما كورميط مع الخاتم ديالها كما وريتكم، اما الدمريج هكا مع البراسلي ديالو كما شفنا. ها الكورميطات غادي نوريكم الكورميطات جايين زويونين غزالين البنات، فنين حلاوه في اللبسه ديالها وزينه وخزينه. هادشي كله غادي تبقاو ترحموني على هادشي اللي تنقول لكم، غادي تبقاو ترحموني على هادشي لان تنقول لكم الحويجه اللي فيها الفايده بحكم التجربه. عندي الموديلات فيهم، كاين هاد الموديل هذا وهذا وهذا الجديد، هاد الموديل الجديد غزال روعه كيجي هما وشان،
ها نتوما غزال الكورميت بالنسبه للسنسله واخا تشوفوها رقيقه راه ما كتقطعش نهائيا ما كتقطع. هذا البغات اللي راه بغاكم ها نتوما راه تشب بغاكم ها بغاكم صافي هذا بغاكم الكورميت ما تتقطعش بالنسبه للسناسل سناسل صحاح ديال الرافينيتي سناسل صحاح ومعتبرين شي حاجه زوينه. بالنسبه للخويتمات عندنا الخويتم مع الكورميت ديالو كيجي غزال ها انت خويتم مع الكورميت هما وشان كما قلت لكم بالسنسله ديالو بكلشي كيجي غزال انيق روعه لا فينيسيون ديال اللبسه اللويزات حرين يعني غادي تدي شي حاجه ديال تحمير الوجه وغادي تبقى لدوائر الزمان وليدات 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 غادي يلبسوا معاك ان شاء الله حتى البنيتات منين تولدوا البنيتات غادي يلبسوا معاكم هادشي لان هادشي ما كيدي موضاش وسامبل ولا سامبليسيتي هي كلشي. ها نتوما شوفوا الكورميطات سامبل مع الخويتم سامبل ها هي الكورميط ديال الحجيرات كما وريتكم مع الحجيرات ها هي او هادي مع الحجيرات ها نتوما والموديلات هادشي فيه الشكيلات والموديلات والرافينيتي دائما معاكم مرحبا بكم. ومجوهرات حفصه كتجيب لكم ارفع ما كاين ارفع ما كاين في الدب كنجيبو لكم. ها نتوما شوفوا لي الدمجات بحال دابا هذا مع هذا غادي تلبسيه هما وشان وغادي يتزاد في الثمن ديالو غادي يجي واحد الوقت اللي ما غتلقاوش هادشي غادي نولو بحال اوروبا الدم حدو زيدو كيطلع وداك لي زارتيكل كيصغارو كانت المضمه كانت التاج كان الشمار كان داكشي بولحيه كنقدو قداش كانت الكورده بحال الصبع كانت السلسله ديال الكرافاش بحال الصبع ولينا كنقصو من داكشي كنقصو 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 حيت الدم تيغلى غادي تولي الاميه ديالك ديري مضمه ما غاديش تلحقيها الامنيه ديالك ديري سرتله ما غاديش تلحقيها لان راكم عارفين المشاكل وعارفين مع الاولاد وعارفين القرايات وعارفين السوايع وعارفين كلشي كلشي كيجبد فلوس كلها كتجبد دابا ما حد هادشي باقي رخيص ان هادشي كان ب 2000 ريال 100 درهم للغرام دابا الغرام راه 800 درهم 700 درهم 800 درهم 900 درهم 1000 درهم 1200 غادي يولي الغرام انا كنقولها لكم هادي عامين وانا تنقول لكم قبل ما كاين هادشي هذا كلشي ما كان حتى حاجه كتقول لكم بان الذهب غادي يزيد ولكن تنقول لكم لان الوقت يعرف بالعقل ديالو الوقت كتزاد كلشي كيتزاد واش اللحم كان بهذا الثمن حتى حاجه ما كانت بهذا الثمن الوقت كتزاد كلشي كيتزاد كان شحال هادي 10 دراهم كدير ودير 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 كانت كتقدا سيادنا الوالا 100 درهم كانت كتقدا سيادنا الوالا دابا راه ما كاينش هادشي ما حدو هو كيتزاد وانت كتخبعي شويش دوائر الزمان الوليدات كتلبسي زينه وخزينه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما تخليهمش يمدوا يديهم ما تصدقش كلشي كتصدق الثلث ثلثين تخلي لوليداتك خلي لوليداتك ما يلبسوا خلي لوليداتك ما يرحموا علينا نخلي وليداتنا مكسيين واكلين شاربين ناشطين والذهب هو الزينه اللي غتخدمي لهم والخزينه اللي غتخلي لهم الزينه اللي غادي يلبسوا والخزينه اللي غادي يلبسوا ان شاء الله بحول الله اللي غادي تكون عندهم راه الذهب ادخار لواحد الوقت وزينه وخزينه الزينه غادي يلبسوها والخزينه غادي يلقاوها ان شاء الله. جبت لكم ها نتوما ما تنساوليش حتى هاد اللي هادي ما نقولولهاش لا حتى هي غادي نوريكم لي زارتيكل اللي فيها. اما هادو ديال لويز ها نتوما وريتكم كاينه المبرومه هاد البراسيل المبروم حاولنا ما امكن ها نتوما باش نجيبو لكم دائما الجديد عند الرافينيتي دائما الجديد هذا المبروم من الجناب ها هو باللويز ديال الفروج اللويز ديال الفروج اللي فيه العروسه من اللور اللويز ديال الفروج فيه العروسه من اللور غزال كيجي فن هذا بجنيبات خضر كيجي غزال ها نتوما شفتوا كيفاش كتجي الحويجه كتجي انيقه غزاله فنه اللبسه ديال هادشي كتجي غزاله عندنا لي زارتيكل اللي درنا دابا جدادين هما هاد الشكيلات هادو عندنا هاد الشكيله هذا ديال العظم ها هو الشكيل ديال العظم كله عظم وزيديك هادي هادي ديال التخرام شي حاجه غزاله شي حاجه غزاله 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 انيقه بزاف وزيديك عاوتاني زاز لوز قرقع هادي اخر ما كاين اخر ما كاين في الجديد عند مجوهرات حفصه وعند الرافينيتي كنجيب لكم اخر ما كاين عبر العالم عبر العالم غادي ان شاء الله بحول الله باقي غنحط لكم التصويرات ديال تركيا ان شاء الله بحول الله باقي نحطوهم وباقي نمشيو لمعارض اخرى ان شاء الله وتشوفوا ولكن الذهب ديال بلادنا راه ما كاينش البنات. هذه اونسومبل جديده غزاله ديال الشميشه ها هي مجرد ما كتخرج الحاجه كنجيبها لكم فيها ثلاثه ديال الهديبات هابطين شي حاجه هما وشان انيقه ما عند لا خالتي لا بنت خالتي لا بنت عمتي ما تقوليليش هذه عند شي وحده دابا هذه الشميشه ما كايناش هذه كاينه هذه ما كايناش اخر ما كاين غادي تلبسي بوحديتك شوفوا لي الهديبات وكيف ما قلت لكم هادشي غادي وتايغلى غادي يولي 6 المليون 7 المليون 8 المليون ما تشري لك والو كانت تيشرت لك كدير مليون دابا كدير 8 المليون و8 ونص ديال 100 غرام عاد ولا قلت انا دخلت على الذهب ب 60 ب 80 درهم 16 100 ريال
دابا شوفوا التفين ولا يعني زيد الصفر حداها، زيد الصفر 80 درهم دابا ولا 800 درهم، دخلت على الدبع وقلت انا 80 درهم دابا زيدوا الصفر 800 درهم، يعني في ظرف 20 عام او 24 عام غادي تطور عاوتاني هادشي كلشي غادي يزيد. دابا ما غادي يوصل 1000 درهم غادي يولي 2000 درهم، اذا غادي نوليو بحال اوروبا وامريكا، وما عندهم امريكا عندهم الحجر ديال الديامون ولكن كيديروا غير الدبل 14، كتشوفي الخاتم قدو قد ما مايلو الحجره قدا قدا، شو كتقول لك 5 المليون 6 المليون 7 المليون، وهو غير الدوره ديال 14 كاغا، غير الذهب 14 كاغا وهو الحجره والثمانات وهذا، ولكن الذهب غير 14. وفاش كنمشيو للمكازات الكبار عاوتاني ديال الديامون كاع كيكون دايرين داكشي غير قيوق، وخويا تما ترقيوقين، حنا الشعب كنبغيو الذهب، الشعب كيستهلك الذهب اكثر من اوروبا، اكثر من الاوروبيين، اكثر من الامريكيين، حنا العرب كنبغيو الذهب، وعندنا الذهب مذكور في القران، والذهب ما عمرو غادي يخيب وما عمرك غادي تخسري فيه ان شاء الله بحول الله. كيف ما كان الحال كتجمعي فليساتك فيه، كيف ما كان الحال واخا يطيح لك شي شويه، كيف ما كان الحال كتجمعي فليساتك. ها نتوما البنات عندنا هذا الموديل هذا عاود الشميشه روعه 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 بالكورميت برادكو، هذه برادكو ورادكو غزاله كتجي بومبيا فنه رائعه، الخاتم غزال 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 الخويت مات، بحيث ان الخواتم ما غاديش يبقاو تلقاو هاد الخواتم هكا في هاد الغلد وهاد الصح وهاد الشيء، راه ما غاديش يبقى، لان الخاتم كان كيدير 100 درهم 1000 درهم، الخاتم اللي كان كيدير 1000 درهم ولا دابا كيسوى 8000 درهم، اللي كنا كنشريو ب 20000 ريال ولا دابا ب 160000 ريال، الوغ هذا باش غتشري دابا بمليون وصرف بعد غدا ولا سيمانه ولا شهر ولا عام ولا عامين غادي تشريه بمليون ونص جوج المليون. اذا الفلوس راه عندك ولكن خبعيها في الذهب، كما كنقول لكم الرور ما الدور ديال بلادنا والشركات يخدموا، حنا نخدموا كلشي يخدموا والصناعيه يخدموا وكلشي يخدم، وميم طون فليسات كدور وانت كتلبسي وكتتمتعي، لان الدنيا اصلا غاده غاده بينا ليال، النهار ولا بحال الساعه وغدا بينا نلقاو راسنا ما درنا حتى شي حاجه، ما لبسنا ما كلينا ما شربنا، نعبدوا الله وناكلوا ونشربوا ونحمدوا الله تبارك وتعالى على اللي عطانا، ونقولوا اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال ان شاء الله. شوفوا لي هاد لونسومبلات هادو كنقول لكم خطيرين غزالين فنين زينه وخزينه. اول حاجه كتخبعي اللويز، اللويز راه عندك ديال 21 كاره زائد الذهب 18 كاره، راه عندك اللويز الحر، عندك اللويز الرافينيتي كيجيب اللويز الحر، كنعطيكم لافينيسيون كنعطيكم الطوب، ملي تنقول لكم الرافينيتي يعني الشركه، والشركه كانت كتحمل مسؤوليتها لا في الذهب ولا في لافينيسيون ولا في الاصلاح ولا في كل شيء، لان شي حاجه قاطعه 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 يا البنات. ها انتم شوفوا، وعندي هذا هذا الضلعضم هذا المخرم، وعندي هاد الشكيلات هادو كلهم رائعين. اما الحلقات واخا ديري غير حلقات ديال اللويز غادي نوريكم غير حلقات بوحدهم كيفاش كيجيو، كيجيو همه وشان وغزالين فنين شي حاجه رائعه. الا عندكم شي تكشيطات باللوينات شي حاجه غزاله، ما ديري حتى في عمقك، واخا ما ديريش في عمقك شي حاجه، ديري غير المهم ديري حلقات ديال اللويز، راه كيمخبعه اللويزه. اللويزه دابا كتوصل حتى 6000 درهم، اللويزه البنات دابا كتوصل حتى 6000 درهم بوحديتها. ها انتم البنات، وفينا هو اللويز الحر الحقيقي الاصيلي، كلشي اللي عنده شي لويزات راه قاقع عليهم ساد عليهم. ها نتوما كما كنقول لكم دابا لبسوهم، ديروا اللويز هكا لبسوه زوين رائع غزال. ها نتوما شوفوا لي هاد الحلقات غير بوحديتهم مع شي مولاتي تكشيطه ولا جليلبه ولا انيقين تلبسيهم حتى مع الرومي كيجيو غزالين. ها نتوما وشوفوا لي هادو التخرم ديالهم شحال غزال، النقش ديالهم شحال فن، انيقين فنين غزالين، رومي بلدي رومي بلدي كاع، لا ديري لا في عنقك لا حتى شي حاجه، تلقيش عيرك ولا جمعيه ولا كيف ما درتي له غادي يجيوك هاد الحلقات فنين روميين بلديين غزالين فنين انيقين. شي مولاتي تكشيطه فعلا تاركه، ولكن الحلقات المضمه ديالي ديال مجوهرات حصه هما اللي غادي يبينوها، الا ما درتيش هكا راكي ما بايناش راكي والو، واخا ديري لي تكشيطه حتى و4 المليون ما غاديش تسوالي الا ما درتيش معاها هاد الزين هاد الزاز هاد اللوز هاد الكركاع. ايوا كي جاكم هاد اللويز البراسليات ديال اللويز انا وريتكم، عندنا هاد الشكي ديال الشميشه، عندنا هاد الشكي ديال المبروم كيجي غزال، وعندنا هاد الشكي ديال المبروم. بخصوص الاسكا اللي ما بغاش اللويز حر، عندنا الاسكا، الاسكا حتى هو 18 كاره ذهب مطبوع وصافي. هانتوما شوفوا اسكا، هانتوما خويت مات زويونين رائعين غزالين. هذا براسلي ديال اسكا مع الخاتم ديالو اسكا كيجي غزال. هادو خويت مات اسكا كيطيحوا ما بين 2000، شحال كيطيحوا الخويت مات؟ ما بين 2500 حتى 3000 درهم على حسب لاطاي، حدا بعد لاطاي هادي كبيره هانتوما، ولاطاي صغيره ما بين 2500 يعني 50000 ريال، يعني قطعه من الذهب. عاود ما غاتمشي تشري دوك القرطات هكا وتخزنيهم وتقيم خازناهم وخايفه عليهم وانتيا
لا غادي تشريو خويتي ملي ديرو في يديكم دي دميج ديري في يدك تفرحي به، غادا عند شي حد ولا غير مع راسك ديري كويس ديالها تلبسي ذهيباتك وديري موسيقى وتصنطي ولبسي وغني وشطحي وانتي بوحديتك غير مع راسك كاع غير مع راساتك. ومرحبا بكم، يا الف الف مرحبا عند مجوهرات حفصه. ويا بنات يا بنات كلكم حلوات، سولوا سقسيو على من ما بغيتوا، حنا معاكم حاجه اللي خصاتكم حنا معاكم، مرحبا بكم. ياك جبت لك كلشي، ياك جبتها لك في التمام الحاجه اللي خصاتك انا معاك، مرحبا و100 الف مرحبا. ياك قلت لك سقطي وسولي وشوفي هادشي اللي عطيتك واش مناسبك ولا ما مناسبكش، مناسب للكبارات والصغارات، مناسب لكلشي، بصحتكم وراحتكم، العيالات البنات الصغار والكبار، مرحبا بكم. خبعوا فليساتكم حتى البنيوتات الصغار، حتى ديال 10 سنين الا جمعت 200 درهم 100 درهم 300 درهم بقاي تجمعي لها شويه بشويه حتى دير خويتم حتى دير سنيسله حتى دير هذه حتى دير هذه وهي غاده. علموا وليداتكم من الصغر يجمعوا راسهم ويجمعوا فليساتهم، مرحبا بكم و100 الف الف مرحبا عند مجوهرات حفصه. قديتوا على اللويز الحر مرحبا، ما قديتوش، حنا مع كل شيء، حنا مع جميع طبقات الحمد لله، حنا كنا ولاد الشعب وكنا الحمد لله باغيين نرضيو الجميع، نرضيو كامل الاذواق كامله وحتى الجيب كامل الرجال والعيالات. مرحبا بكم عند مجوهرات حفصه. شوفوا الا بغيتوا تخبعوا ها هما فليسات عيالاتكم، الا بغيتوا تاخذوا لهم دي كادو ها هما هدايا، وكما قال لكم الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. ها انتم شوفوا الموديلات زينه وخزينه، الا بغيتوا تخزنوا فليساتكم في اللويز ها هو اللويز مخدوم على حقه وطريقه، اللويز اللي ما غاديش تبقاو تلقاوه بهذه الاثمنه، اللويز راه كنا كنبيعوه ب 600 درهم، دابا شوفوا اللويزه فين وصلت، يعني زيدوا الصفر، راه هي كنا كنبيعوها ب 600 دابا 6000 درهم. وما كاينش اللويز، اللويز ما كاينش دابا ما حاضر. شوفوا لي اللويز كيفاش هكا كيتخدم، هكا كيتخدم، اول حاجه كيعطي جماليه وثاني حاجه كتخزني فلوسك ما بين الدم وما بين اللويز. بصحتكم وراحتكم، مرحبا بكم و100 الف 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 مرحبا. جمعه مباركه ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه والتيسير، كل عام وانتم بخير وكل جمعه وانتم بخير ان شاء الله بالكساكيس، مرحبا بكم. والجمعه راه حنا ما كنخدموش، غدا ان شاء الله انا معاكم، لي ميساج خليو لي ميساج ديالكم ومرحبا بكم. تبارك الله عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.